كواليس العمل جميله جدا الحمد لله، يعني بسم الله ما شاء الله، لانه احنا دلوقتي اوريدي عائله، واخد بالك ازاي، ويمكن كذا عيله في بعض في الدراما، لكن في الحقيقه احنا عيله واحده، والحمد لله رب العالمين. بالنسبه للسؤال الثاني، الدور يحيى مش يحيى ليه؟ بصي صديقتي العزيزة، دوام الحال من المحال، يعني الحياة بتتغير والناس بتتغير وظروف الحياة نفسها بتتغير وقناعاتنا الشخصية بتتغير، فإذا ده أقدر أقول لك إن ده مفتاح درامة العمل في الجزء الثاني، لأنه لا دي انت كده بتسالي عن تفاصيل ما اقدرش اقول لك عليها، كان انا بغششك مش هتتفرجي. لا انا اللي انا قصدي اقول لك عليه انه حياتنا بتتغير، ولا انا غلطان؟ طيب ما هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، هتلاقي كل الشخصيات تطور الحياه بتاعها هو اللي بيعمل الدراما، لكن احنا ما عندناش دراما مفتعله او احداث محشوره جوه وات ايفر عشان نعمل جزء تاني. عشان لا، هو الجزء الاولاني كان عبقري بصراحه، والحمد لله انه حاز على اعجاب الناس، فبسهوله جدا تلاقي ان الشخصيات لوحدها بتتطور بتتغير، دي حياه، يعني احنا مش ميتين. دايما نجاح الجزء الاول بيبقى فيه جزء تاني وتالت ورابع، ممكن نلاقي بينا ميعاد في تالت ورابع. بص عشان اكون صريح معاكي واكون كمان دقيق، ايوه كل الاعمال اللي بتنجح بيفكروا لها في جزء تاني، بس ان شاء الله نعمل انترفيو تاني مع بعض بعد المسلسل علشان نشوف احنا عملنا زي كل الناس ولا احنا مختلفين ولا احنا بينا معاد. تقول لي مين وبينا معاد؟ اقول الاستاذ هاني كمال، واقول الاستاذ ابراهيم حموده، ومراتي وصديقتي العزيزه وفاء صادق فريده، وطبعا شيكا شيرين رضا واستاذ صبري فواز وكل العيله ديت، كل الناس دي اقول لهم وبيننا معاد يا جماعه. الحقيقه اوكي اوكي مسلسل حشاشين بطوله النجم العالمي استاذ كريم عبد العزيز، وطبعا استاذ بيتر ميمي المخرج المبدع. ده كان عمل بالنسبه لي يعني اول مره اعمل عمل تاريخي، بس تخيلي ان اول مره اعمل عمل تاريخي قدام النجم الكبير ده استاذ كريم عبد العزيز، فكنت مبسوط جدا 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 جدا، وكل حاجه في المسلسل ده كنت حاببها جدا، ان انا بقول لك اول مره اعمل شغل تاريخي عندي ده، وورق الاستاذ عبد الرحيم كمال، يعني عارفه انت في السحاب وانت بتشتغلي في المسلسل ده. اضافه لكده انتاج بسم الله ما شاء الله، انتاج ضخم ضخم ضخم، وانا فخور ان مصر بتقدم انتاج كبير زي ده، شركه سينرجي عالميه، فيعني بجد حاجه مشرفه لمصر، زائد انه الورق بتاع الاستاذ عبد الرحيم كمال هيدي للناس كميه معلومات مهمه جدا جدا عن حقبه تاريخيه مهمه في حياه مصر، وكتير مننا ما كانش يعرفها.